السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. وتغطيتنا اليوم من توب كار للسيارات. طبعا توب كار السيارات عندهم عروض آخر السنة على جميع السيارات المتوفرة عندهم على فكرة، مزعي معتمدين لشركة كيا، هيونداي، أيضا عندهم ما شاء الله شانجان جي اي سي وغريتشو اللي هي هافال، ولا ننسى سايكل اللي هي ام جي. وتغطيتنا اليوم عن هافال اتش 9 اللي بنتعرف على هذه الفئة ونتعرف عن مواصفاتها وسعرها. وقبل ما نبدأ بالتغطية، طبعا متابعيني الكرام ضيفوهم على حسابهم بالسناب شات، وزي ما تشوفون هذا حسابهم على السناب شات، وهنا حسابهم على انستغرام وتويتر، وزي ما تشوفون الويب سايت الخاص فيهم ورقم التواصل معهم. ومتوفر عندهم MG ZS 2021، كذلك MG 5 2021، كيا بعدة أنواعها، وسيارات MG مع هيونداي وهافا سواء H9 أو H6 أو حتى H2. والتغطية عن هافال H9 سيارة الـ SUV 2021، طبعا هذه الفئة اللي على طول تحت الفل كامل، لكن فيها مواصفات خاصة فيها أو ميزة واحدة ما هي موجودة بالفل كامل. حسب المعلومات أن سبير علاق ما يجي إلا للفئة هذه. عموما هذه الفئة صراحة أشوفها مناسبة جدا وخيار مناسب للجميع. طبعا هافال H9 سيارة SUV دفع رباعي اعتمادي، اللي يميزه انه فيه دبل ثقيل. على فكرة السيارات الصينية اعتقد حاليا بالسوق ما في الا سيارتين اللي هم بنفس الكفاءة هذه. هذه فكرتها نفس التويوتا لاند كروزر برادو، ان الدفرنس خلفي هي، وسيارة صينية اخرى اللي هي RX8 من MG. عموما خلونا بسيارتنا اللي بنتعرف على سعرها. الاساسي 102 ريال غير شامل القيمة مع الضريبة واستخراج اللوحات 117,800 ريال. محرك 2000 سي سي توربو حدود 221 حصان تقريبا. طبعا غير السيارة اوتوماتيك من زد اف، ونظام الدفع فهو خلفي، وطبعا اكيد فيها الدبل الثقيل وفيها وضعيات القيادة نبي نتعرف عليها من الداخل. لكن نتكلم مواصفات الخارجية قبل كل شيء. الفئة هذه طبعا ما فيها بانوراما، لكن ترى صراحة ما وصل مرتفعة، فيها فتحة سقف. الفئة الأعلى ما تجي بانوراما، لكن فتحة سقف كافية وافية، خاصة نتكلم عن سيارة أفراد. عندنا إضاءات فل LED، تشوفون ما شاء الله إنارات LED، نور عالي واطي، عدسة LED، عندنا كشافات ضباب، عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن عدد 6 حساسات أمامية، لأن السيارة فيها نظام الأوتو بارك. طبعا شفت الصدام الأمامي. جنوط السيارة بمقاس 18 إنش، طبعا ما شاء الله مقاس الكفر اللي هو 265 60 18. عندنا هنا تطعيمات خفيفة كروم على الرفارف، عندنا إشارات بالمراية، طبعا فيها كاميرات محيطية 360 درجة، الوطاية الجانبية كهربائية وهذه ميزة جميلة. لاحظوا ما شاء الله تبارك الرحمن تطعيمات كروم على الأبواب، كروم على إطارات النوافذ، حنايا العفش، لا ننسى الزيق الكروم الجانبي. نسينا ولا لكم الإضاءة LED الخلفية، لأن صراحة أول صراحة السيارة يعني أمانة كل شيء فيها حلو إلا شكلها، لأنها صراحة مبنية على البرادو 2003 تقريبا. ليش مو شغال الحين؟ اللي شغال ممكن عشان الفليشر. بسم الله لاحظوا اكتشفنا ميزه انه تشتغل فليشر النور يطفي. عموما اضاءات LED للجناح الخلفي، سبير العلاق مع الكاميرا الخلفيه، طبعا مكان الهوك الخلفي، حساسات خلفيه عدد 6، وايضا عندنا فيش كهرب حق المقطوره زي ما تلاحظون. مقفلين، انا صراحه ما احب السياره اللي لازم تضغط دبل عشان يفتح القفل كامل. بسم الله شوفوا الاشياء الجميله، ان الكراسي خلفية كهربائية الصف الثالث، طبعا التكييف الخلفي نشوفه ما شاء الله بالسقف. انا يوم جربت السيارة على الموديل السابق اكتشفت نظام العزل اللي فيها، شوف الاسفنج اللي فيها، فصراحة السيارة لا صراحة العزل فيها كويس. عندنا هنا منفذ طاقة،
هنا الصف الثالث. سكر لكم الشنطة الخلفية. بسم الله بطاقتي طاحت. طيب الآن نبي نتعرف على مواصفات السيارة. طبعا نظام الدخول الذكي. صور لكم المفاتيح. هذه مفاتيح السيارة، طبعا مفاتيح ذكية فيها خاصية تشعر بعد إغلاق فتح الشنطة، طبعا فتح قفل الشنطة وفتح السنتر لوك هافال من الصانع الصيني جريت وول. هذه هي صرفية الوقود، أتمنى تكون واضحة. كلية البنزين 11.4 كيلو، تقييم جيد، نوع البنزين 91 2.0، بطاية جانبية زي ما ذكرنا متحركة، مقاعد جلد لكن ما هي نابة زي فئة الفل كامل، لا عادي. طبعا دخول ذكي، تشغيل ذكي دايموند. صف الخلفي ما شاء الله. على فكرة السيارة فيها نظام صوتي انفينيتي. صف الوسط طبعا هذا يعتبر. تكييف الخلفي. الكرسي حق الراكب الأمامي تقدر تحركه بالأزرار اللي من هنا، طبعا بالنسبة لصف الوسط. هذا الصف الخلفي الأخير اللي فتحنا لكم كهربائيا، يعني ممكن بالغين يركبون فيه بس ها ما راح، مو بزي الأطفال بياخذون راحتهم. أنوار السقف LED ما شاء الله، لمس بعد ما هي ضغط. طيب الإنارات البانورامية على الأبواب، طبعا زجاج كهربائي لمسة واحدة ما شاء الله، بس حق الأطفال مقفل، لاحظوا ضغطة واحدة. حتى الخلفي كذلك ما شاء الله، حتى بالصعود. طيب كرسي السائق كهربائي، طبعا اعتقد 6 وضعيات فقط. الفل برضه يجي، لا حتى هذه مخده بس يدويه. طيب وعنده ذاكره تخزين. ننتقل الى الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتكلم نظام صوتي انفينيتي. اترك الباب مفتوح، انا قاعد اسمع صوت، اقول يا حول من ذا الصوت. ما شاء الله فيها تنبيه من قبل الاصطدام. هنا مثبت السرعة. طيب الزجاج بالكامل كهربائي، مراية كهربائية بخاصية الطي الأوتوماتيكي، تحكم في الأنوار، تحكم في مستوى الإضاءة الداخلية، وضعية الأنوار الأوتو، طبعا هذه تدق نور عالي. هذا هو دركسون السيارة، مكسو بالجلد. التحكم بالنظام الصوتي، عندنا هنا ردع مكالمات، طبعا البلوتوث، جير اوف فن خلف المقود. الانوار من هنا، من هنا فلاشرات عادية. باب الشنطة مفتوح قاعد يعطيني. طبعا السيارة فيها نظام الرادار زي ما تلاحظون، مراقبة السرعة، عداد الرحلات بالوسط جاي شاشة، هنا عدادات عادية، اضاءات بانورامية، زر التشغيل الذكي. طبعا هنا شاشة معلومات، هذه هي كاميرات محيطية. طيب الجير زد اف من هنا، خلينا نتعرف على الشاشة اكثر. طبعا عندهم لون جيشي او زيتي، طبعا بذي السيارات سبحان الله ما حد يبغاه، بس الحين صار الناس تدور عليه باي سيارة. فيها السيارة ابل كاربلاي. عندنا هنا البوصلة، الارتفاع إلى آخره، معلومات مهمة بالنسبة للسائق. المكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب. طبعا هنا المقاعد زي ما تشوفون. في هنا نبغى نشوف الإضاءات، هذه هي 30 ثانية تطفي إلى آخره. طبعا فيها تبريد وتسخين المقاعد الأمامية. طبعا المكيف لمس، بتحكم منفصل بين السائق والراكب. هنا نظام الصوتي تكلمنا فيه، انفينيتي. منافذ USB الخاصة بالنظام الصوتي، بس غريبة هل هو في مثلا شاحن لاسلكي الجوال او لا، ما ادري هل هو شاحن لاسلكي هذا، والله كان شكله شاحن لاسلكي، بس ما هو شاحن لاسلكي، لانه غريبة ما في شاحن لاسلكي. طيب نرجع، ما شاء الله السيارة فيها دفلوكات ما شاء الله تبارك الرحمن. من هنا والله ما شاء الله، هنا الدفلوك الخلفي الأمامي معقول، دفلوك أمامي.
هنا الدبر الثقيل. طيب والجرنط الكهربائي موجود. طبعا هذا خاصيه تو هولد. عندنا هنا الاوتو بارك. عندنا هنا الى الفور التحويل. ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخي، ما شاء الله الدفع الرباعي فيها عال العال صراحه. امانه اتكلم كلمه حق، على ان الار اكس 8 في خيارات كثيره في الدفع الرباعي، لكن هذه افضل منها صراحه. ذيك الناس يحبون عشان شكلها اجمل من الهافال. طيب عندنا حساسات طفيه شغال عن طريق الزر تراكشن، نظام المنحدرات، طبعا هذا نظام المساعده حق المراقبه، يعني زي الرادار الى اخره، اختصارات للازرار هذه. وهذه ابرز المواصفات. طبعا زي ما تشوفون هنا ولاعه دخان بكرامه، وهنا حاملات الاكواب، الاضاءات البانوراميه، السنتر لوك في باب الراكب، المرايه التعتيم الداخليه، اضاءات البانوراميه برضه فوق ما شاء الله. طبعا هذه الانوار، اوه ما شاء الله تبدل لا لا لا، شوف من وين بتغير اللون من هنا. صراحه احترامي لشركه هافال الجميله، امانه جريت وول طبعا اسم الشركه. بيت النظاره هنا عشان داش كام يو اس بي، مرايه التعتيم، الارباقات الجانبيه. صراحه والله السياره خرستني، انا صراحه اقول لكم من جد والله ابدعوا. طبعا شمسات فيها مرايه مع اناره، يعني صدق انا بالنسبه لي المواصفات هذه مسكته. لو حطوا لي ثلاجه وتانكي اضافي بسكتوني بزياده صراحه، والله من جد والله ابدعوا يا جماعه الخير ابدعوا. هذه هي ابرز المواصفات الموجوده بهافال اتش 9، طبعا اللي هي الفئه اللي اقل من الفل على طول. الفل سقف بانورامي، الجلد فاخر، افضل من هذا. هذا حسب المعلومات عندي، وبرضه الكرسي يجي فيه وضعيات اكثر، هذا اللي اعتقد انه افضل منه، لكن باقي المواصفات متقاربه، النظام الصوتي الى اخره. طولت عليكم متابعين الكرام، اتمنى تكون عجبتكم السياره. هذه ابرز المواصفات الموجوده ب اتش 9 طبعا 2021، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.